مقسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن طرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. عطال 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 دخل عطال راح عطال مازال عطال عطال وضرب الجزاء وضرب الجزاء يا سيدي الحكم فعلا في أول لعبة وفي أول هربة. تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة. بغداد يستعيد بغداد وبا با 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 جول بالبراعة وبالروعة وبالأناقة. يا سلام بغداد يا بغداد يا بنجاح ينجح في هز الشباك وترتيل أول أهداف. في لعبة في الوسط لإسماعيل بن ناصر عيسى من هنالك جمال بالعمري يوسف بليلي غالقين تكتيكيا كما ينبغي اللاعبين تاع منتخب بوتسوان غالقين اللعب. اسلام يلعب لاسماعيل بن ناصر اسماعيل بن ناصر من هنالك على الجهه اليسرى ليوسف بليلي يوسف بليلي غير تماما. الدقيقه 15 من عمر الشوط الاول 1-0 بل لبغداد بنجاح وكل المجموعه 1-0 للمنتخب الجزائري من امضاء يوسف بليلي بركنيه مباشره اعتقد بانها لامست يدي حارس المرمى ودخلت مباشره. كانت فيها القوة وكانت فيها الدقة أيضا سمحت للمنتخب الجزائري بفتح مجال التسجيل. آي 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 آي. وبعدين شوف المكان تاع أندي ديلور أزعج حارس المرمى من دون أن يلمسه أو يتكئ عليها أو يقلقه. هذا الهدف راح يخرج اللاعبين البوتسوانيين في اللحظات القادمة من عمري الشوط الأول.